أولا العقد إيجاب وقبول ما لم يكن هناك مانع يمنع هذا الإيجاب والقبول. أصل العقد في الإسلام هو الإيجاب والقبول، يعني أن يأتي يقول أمام الشهود ويكون فيه إعلان، المرأة وليها يقول زوجتك ويقول قبلت. إذا هذا حدث في وجود الشهود وتم الإعلان هذا فهذا زواج حلال 100%، ما في أي كلام. لكن إحنا حفظا للحقوق ودرءا للفساد لم نعد نكتب هذه العقود إلا بيأتي بمارج لايسن من السيتي ونتأكد أن المرأة دي خالية من موانع ليه؟ من موانع الزواج. فإذا كانت المرأة خالية من موانع الزواج وتريد أن تتزوج بهذا ويريد أن يتزوج بها فليتزوج، فيش فيها مشكلة. المتعة، المتعة غير، المتعة غير الزواج العادي. المتعة تعرفين ايه الفرق بين المتعة والزواج العادي؟ المتعة ان يوضع في العقد مدة محددة، يقول تزوجتك لمدة شهر، لمدة ساعة، لمدة كذا. اذا وضع ذلك في العقد اصبح زواج متعة، وزواج المتعة في عند اهل السنة حرام ولا يجيزه الا الشيعة. تمام؟ زواج المتعة حرام اذا حدد العقد. الامام الشافعي قال اذا لم يضعوا شرط الوقت في العقد ولكنه اضمره، يعني في نفسه كده ان شاء الله يعني سنة ولا لما ياخد الورق ولا ولا ولا، يقول العقد صحيح لانه لم يتلفظ بالوقت، فالعقد صحيح وهو يأثم بتبييت التوقيت، لكن العقد صحيح. لكن العقد يبطل عند العلماء اذا ذكر فيه الايه؟ المد. جزاكم الله خيرا، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.